أسعار الخضر الرئيسية كالبطاطا والخس والجزر لم تنزل أسعارها تحت 100 دينار كسعر المتوسط، وذلك خلال جولتنا اليوم في بعض أسواق العاصمة. فمع نزول أولى زخات المطر بدأت بورصة الأسعار تأخذ اتجاها تصاعديا. هذه راه دير 9000 بطاطا تاع مستغلم، هذه جيبوها من رفيق وحنا هذا الشهر هذا كاع راهي هكذا 8500 9000 8500 9000 في السوق غالي يا خويا، راه في السوق غالي. السوم تاع الشطه تاع الخاص ما بين البارح واليوم، البارح كنت في الديتايون هنا في المارشي كنت توصل 90 دي 9000 حتى 10000، اليوم 120 دينار باسكو زادت معنا عند الكروسيس وعند مول البحيره عند الفلاح زادت. لا ميم كولتور تاع شي شطه زيت سومه تكون مخصوصة زيت شاسوما العياد في المواسم زيت شاسوما كتير أجر يعني. تبلي باشطو 20000 طماطم 12000 وقرعة 12 والحلو 16000. أما أسعار الفواكه فسجلت أسعارا قياسية كفاكهة البرتقال الموسمية، وكالعادة يجد المستهلك نفسه مرة أخرى أمام وضعيات تخرق له مزيدا من الإنفاق المالي. ما قدرناش من بنعيشو خو، راه تشوف الخضرة يا خيرك في المارشي خو، ضربت الله وشوفو سقسي خو، أو كلش غالي الزوالي والله ما يقدر يعيش خو. كلش غالي، البطاطا غالية، المعيشة غالية، الله يجعل الخير. قضيت كيلو لوبيا 18000 18000 هما ماشي في غرضهم يشريوا بالغلا. الله غالب وعندي والله ما نجموش نهضروا. البطاطا برك لا غالية، البطاطا برك كيما شي فلورا 6000 5000 غير البطاطا برك اللي راهي غالية. بينما سجلت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا جديدا فوق 340 دينارا للكيلوغرام. الدجاج بعناه من 32 حتى 35000، طلع هادو اليامات عنده واحد السوسمانات وهو غير يطلع ما حبش قاية يهبط. ورغم ضخ الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة مزيدا من كميات المنتجات الفلاحية الأساسية المخزنة خلال منتصف الشهر الماضي، غير أن عمليات المضاربة ما زالت تسيطر على نظام أسواق الجملة والتجزئة.